نتيجة ثانوية عامة لسه طالعة، فأنا قررت أساعدكم. لو جايبين درجة وحشة أعملوا اللي أنا هقوله لكم. أول حاجة هتقول لأهلك إنك مش عارف تجيب النتيجة، ده هيدينا شوية وقت. الوقت ده هتتعلم فيه إيه؟ هتتعلم فيه فوتوشوب. أيوه فوتوشوب. بعد كده هتعمل سكرين شوت للنتيجة وتعدلها، بعد كده توريها لأهلك. تقولي مش هيصدقوا، ما أنت ما تدخلهمش فرحان، لازم تدخلهم وأنت زعلان ومتضايق من النتيجة اللي أنت عدلتها عشان يحسوا بيك ويصدقوا الموقف. بعد كده لما تيجي تختار الكلية، اختار كلية بتختار مجاميعها قليلة، وما تصدقش نفسك أنت مش جايب الدرجة اللي أنت عملت لها فوتوشوب. ولو أهلك سألوك انت ليه اخترت الكلية دي، قولهم انك كنت نفسك تدخلها من وانت صغير. اي خدمة.